ساكنين كنا في بيت صفينا بس يا اخوان راح البيت رجال عمري 71 سنه يا اخوان هد بيتنا وصفينا بس يعني هزمنا من حلب وتمتل من الظلام جينا لهون هيك صار فينا ايش بيطلع بالايد راحت بيوتنا ودمر اللي تدمر كله الحمد لله بإرادة رب العالمين يعني ما بيطلع بالإيد شيء لا عنا حرامات ولا عنا فرش ولا عنا شيء بس نحن ناقصنا فرش ناقصنا حرامات ناقصنا لبس ما عنا احنا نحن متلجين يعني على الخالص بس ما عندنا خيار يعني يا اما زلزال يا اما برد والله من الموت وين تروح الناس ما في لا خيام لا في بيوت لا في وين تروح العالم بدها تمركون لحتى ما الله يفرجها عليهم